مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بتثمين منتوج التمور وتطوير منتجاته، لأن كميات كبيرة من التمور كتضيع. فالاستعمال التقليدي للتمور في المغرب كتشد على المجهودات اللي قاموا بها سكان النواحات باش يتمنوا ولو جزء صغير من الإنتاج ويلبيوا احتياجاتهم لمنتجات متنوعة من التمور. وهذا التنوع البيولوجي للنخيل زيادة على التنوع المعرفة المحلية التقليدية كيشهدوا على حيوية تقليدية قديمة بزاف في المغرب، واللي لازم نشوفوها على أنها فرصة للمستقبل ولازم نطوروها. وبالتالي فتحويل التمور محلية مهمة كتسمح لينا باش نستهلكوه على مدة طويلة، وكتساعدنا باش ما نضيعوش التمور اللي القيمة ديالها في السوق طايحة والقدرة باش نحفظوها منخفضة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فمختلف أصناف التمور ما عندهاش نفس الصفات الغذائية والتكنولوجية والتسويقية، ولهذا فوفرت هذه المادة الخام في بلادنا كتطلب أنشطة صناعية محلية عبر تعاونيات ومختلف التنظيمات المهنية وتركيب وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة، واللي لازم تعطي الأنشطة تثمين قيمة وتساعد الفلاح باش يستغل التمور منخفضة القيمة واللي كتشكل جزء هام من إنتاج التمور الوطنية. ولهذا فيمكن تلقيح التكنولوجيا المعتمدة باش نحولوا التمور المحلية ديالنا بتكنولوجيا وآليات حديثة ومحلية الصنع، وندفعوا بعملية التثمين وبالساكنة باش يعملوا ويجتهدوا ويستغلوا المنتجات التنوية ديال التمور. ولازم هنا نذكروا بعض المنتجات المتاحة على سبيل المثال لا للحصر. أولا، تحويل التمور لشراب مركز، مشروبات كخل، كحول، خميرة إلى آخره. ثانيا، تنويع الإنتاج بالعجائن والدقيق والمربى والتمور محشوها إلى آخره. وثالثا، استخدام بقايا ونفايا التمر لإنتاج السكر وأعلاف المشية والميثانول إلى آخره. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فأصبحت المعرفة المحلية كتعرف تراجع كيهدد بالزوال ديالها، وفي الواقع أصبحت قلة من الناس اللي كيمارسوها وكينقلوها الأجيال القديمة. فالتكنولوجيا المعتمدة لتحويل التمور واستغلال منتجاتها التنوية معروفة ومحددة، وباش نحافظوا على التنوع البيولوجي لداخل التمر داخل وحدنا لازم نطوروا المهارات التكنولوجية ديالنا. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالحفاظ على هذه المنتجات وتطويرها يمكن يساعد الواحة المغربية باش ترجع للمصدر الطبيعي ديالها، وتمكن المنتجات المحلية باش ترجع لنظام غذائي تقليدي لذيذ ومتوازن، ويسمح لسكان النواحات ولسلسلة الإنتاج ترفع من قيمة منتجاتها المحلية وتوصل لمدخول محترم يمكنها من العيش الكريم. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.